الله أكبر. Береги друг друга в добрых делах. Главная заслуга мусульманской уммы. Она внесла достойный вклад в обеспечение согласия в нашем обществе и всегда стремилась строить в духовной жизни нашей страны. إنه ليس مشهدا سينمائيا من أفلام هوليوود أو رواية من روايات الجامح الروسي دوستويفسكي، بل إنه فصل جديد من فصول المسرحيات التسع للعم سام التي همسنا عنها قبل أعوام، عندما أخذ الكلام بين الضحك والاستهزاء وبين السخرية والهجاء، فلا عتب على الموت بعد الآن، لأن القادم سنرويه بلغة لن يفهمها إلا الأحياء. بعد تنفيذ المسرحية الأولى قبل أكثر من 20 عام، بدأت الحملة الكبرى على الإسلام عبر الإعلام والميديا والأفلام، فظهر للعوام مفهوم الفوبيا منه وممن يدعون إلى السلام، فذاك حقد قديم ولد قبل آلاف الأعوام، تناقلته المراحل الثلاث من أرض الإنجليز إلى بلاد العم سام. ولكن العام 2000 كان البداية الرسمية لأكبر مخططات دول الظلام، بعدما تخلصوا من السوفييت وخطر الألمان ووجهوا جل مكرهم نحو الإسلام، بدون أن يدركوا وعد الله في القرآن بأن مكرهم سينقلب عليهم في آخر الزمان. وبمرور السنين والأعوام ظهر من الشرق عليهم وحش أحمر عرف بالروس والصين، وانقلب الأمر ضدهم بدون حسبان، فتحول إلى ساعة رملية تنذر باقتراب وعد آخر الزمان. وفي ظل هذه الأحداث تفاجأ العوام من الناس بانقلاب سياسة العم سام من معاداة المسلمين إلى حضن الإسلام، وبات العجوز جو يدعو بكلام القرآن، وأصبح الدب الروسي صاحب الحروب الخمس على الإسلام منبرا للتسامح والدعوة إلى السلام. فخدع البسطاء من الناس بهذا الكلام ونسوا ما فعلوه بهم قبل أيام. وعندما رأينا هذا الحال كان لابد لنا أن نروي لهم حقيقة المسرحية 18 بعد 11. لفهم الحاضر وخطط المستقبل لا بد من الرجوع للماضي، فالمنهجية واحدة في كل مرة، ولكن يضاف عليها أسلوب جديد. في الحرب العالمية الأولى التي كان هدفها الأول القضاء على الإمبراطورية العثمانية لتسهل تقسيم الوطن العربي ونقل الحكم من إنجلترا إلى أمريكا، كانت السياسة جمع التكتلات الكاثوليكية المسيحية لخدمة هذه الأهداف تحت شعار الإمبراطورية المسيحية المقدسة بمساعدة البلاشفة أو السلافيين الروس الذين تم الغدر بهم لاحقا. وبعد عقدين من الزمن نشأت الحرب العالمية الثانية التي كان هدفها إخضاع أوروبا بمساعدة السوفيتيين عن طريق خلق قوة عظيمة ضاربة في قلب أوروبا باسم ألمانيا النازية وحليفتها إيطاليا، والتي تم خيانتهما في الحرب العالمية الأولى من قبل كل من أمريكا وبريطانيا. فعن طريق استغلال ودعم النازيين جعلت أوروبا كلها تحت التهديد، وتم جر السوفييت كظهير داعم للحرب ضمن مصالح مشتركة بينهما. وبعد نهاية هذا الصراع خضعت أوروبا بالكامل لأمريكا، إلا أن السوفيتيين بات القطب المواجه لهم، فلجأت أمريكا لاستخدام ورقة الإسلاميين إلى أن تم إسقاطهم عام 91 من القرن 20، وتم التخلص بعدها من ورقة الإسلاميين،
وانتقلت الحرب ضد المسلمين عن طريق خلق مفهوم جديد بعد عام 2001 والمعروف بعام مسرحية البرجين. إن أحداث المئة عام الماضية تلخص فعلياً سياسة العالم الحديث تجاه الأمور، فعدو الأمس عند الحاجة يصبح حليف اليوم، وحليف اليوم عند انتهاء المصالح يرجع عدو الأمس. ولكن ما حدث خلال العشرين عاماً الماضية سيقلب موازين القوى وبشكل عميق. في ظل انشغالهم بتشويه صورة الإسلام والحرب عليه ونشر معايير أيديولوجية خاطئة كل يوم، كانت القوى الروسية الصينية تعمل في الخفاء وتستغل حمق الإدارة التي أعماها كرهها وحقدها ضد المسلمين عن فهم ما يجري خلال العشرين عام، إلى أن استيقظت فجأة على أمران، أولهما بروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية عظيمة واتحادها مع الروس أصحاب أكبر ترسانة نووية في العالم، فشكل حلف يقف في وجهها بدون شعور. وعندما استيقظت على هذا الأمر سعت فورا لإغراق كل من الصين وروسيا بأمرين، الأول سياسي والثاني عسكري، عن طريق جر الروس لمستنقع أوكرانيا والصين للعقوبات الاقتصادية. ولكن الكرت الذهبي كان الإسلام. في الشهر الثالث من العام الحالي التقى الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني عبر مكالمة شبكية مرئية من خلال الإنترنت بهدف الحصول على ضمانات من بكين بعدم تقديم يد المساعدة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. وبعدها بأيام أعلنت واشنطن فرضها عقوبات على مسؤوليين صينيين، مما يدل أنهم لم يحصلوا على تلك الضمانات، فأجرت محادثة مع الروس تطلب منهم فك الاتحاد مع الصين، فجاء ردهم بالسخرية والرفض. وهنا علمت أمريكا أن القضية باتت خطيرة جداً، فبالرغم من جر الروس نحو أوكرانيا ومن ثم جعلهم تهديداً مباشراً لأوروبا لإجبار الدول الأوروبية على خوض المعركة بشكل مباشر بالنيابة عنها، إلا أنها علمت أن الورقة الأكثر ضغطاً وتأثيراً اليوم هي الإسلام، وذلك عن طريق وضع ملياري مسلم بوجه الصيني والروس وباستخدام النفاق السياسي. فعلى مدار أكثر من 5 سنوات من أعمال فظيعة تمارسها الصين ضد مسلمي الأقليات في الإيغور والروهينجا، وأيضاً ما فعلته وتفعله روسيا ضد مسلمي العالم وبالأخص سوريا، كانت أمريكا في سكوت تام لما يحدث آنذاك. والآن بعدما تغيرت مصالح اللعبة خرجت قبل عام من الآن بالعديد من التصريحات حول حقوق الإنسان والأقليات المسلمة في الصين وانتهاكات الروس وعدوانهم ضد المسلمين في كل مكان. وفي نفس اليوم الذي عقد فيه الرئيسان الأمريكي والصيني محادثتهما الافتراضية، شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، شددت على أنه لا يمكننا أن ننسى محنة الروهينجا في بورما أو الإيغور في الصين الذين يتعرضون لأبشع الأعمال لمجرد إيمانهم بالله. كان خطاب المتحدثة الأمريكية مفضوحاً وساذجاً ولا ينطوي إلا على كل مغفل، فواشنطن تعلم يقيناً أن المسلمين محبين جداً لدينهم، وفي هذه المرحلة الخطيرة لها لا بد من تغيير سياساتها لكسب ودهم والتلاعب بمشاعرهم بما يخدم مصالحها. فبهذه اللعبة ستحقق أمرين: الأمر الأول توجيه غضب المسلمين حول الصين وروسيا وكسر أي محاولة لإقامة حلف بينهم، والأمر الثاني استقطاب المسلمين لطرفها وجعلهم كحشو البنادق في الحرب الثالثة القادمة. ولإشراب هذه الخطة في قلوب المسلمين بشكل أكبر، سمحت أمريكا بإقامة الصلاة في أحد أشهر الشوارع في نيويورك في مشهد أنسى ملايين الغافلين من المسلمين ما فعلته بهم خلال 100 عام. ولم يقف الأمر هاهنا، ففي أكثر من مرة يظهر الرئيس الأمريكي وهو يستشهد بآيات من القرآن أو يتكلم عن المهدي المنتظر، ويقيم الحفلات الإسلامية في رمضان بالبيت الأبيض،
كما ويهنئ المسلمين في أعيادهم. وفي وقت لاحق أقر الكونغرس الأمريكي بقانون حماية المسلمين وتجريم مفهوم قاموا هم بأنفسهم باصطناعه وهو الإسلاموفوبيا. كل هذه التحضيرات والقوانين إنما هي استرجاع للخطة القديمة التي استعملتها مع السوفييت عندما نادى الرئيس الأمريكي ريغان جميع المسلمين بالجهاد ضد عدوهم الروس. فالدول الإسلامية والعربية بما فيها من ملياري مسلم كفيلة بصد أكبر قوتين كالصين وروسيا، وذلك من جهة، والدول الأوروبية الأمامية من جهة أخرى. أما بلاد العم سام فستقف كما في كل مرة خلف البحور من أجل أن تكون الفائز الوحيد في هذا الصراع. الأمر المختلف هذه المرة أن روسيا عدو الإسلام الأكبر بعد أمريكا والصين علمت بهدف وأبعاد تلك اللعبة، فقام بوتين بلعب نفس الدور ولكن بطريقته الخاصة، فتوجه أولاً إلى الشيشان أكثر المجاهدين قوة في روسيا عن طريق دميته قديروف، فنادى بالجهاد ضد الأوكران وبدأ التلاعب بمشاعر المسلمين عن طريق الاعتراف بالديانة الإسلامية على أنها الدين الثاني لروسيا، ومن ثم ظهر للإعلام ومعه القرآن من أجل خداع بسطاء الناس من مسلمي روسيا وباقي الأوطان. والهدف الحقيقي لهذا النفاق واضح جداً، وهو الوقوف ضد المحاولات الأمريكية لتجميع المسلمين في داخل وخارج روسيا ضد الروس. والهدف الثاني استخدامهم كدروع وحشود بشرية في حروبه ضد أوكرانيا وقريبا باقي دول أوروبا. ألم تسأل نفسك ما هو السبب الخفي لعزل رئيس باكستان عمران خان؟ فقد كان يسير المسلمين نحو الحلف الشرقي ضد الولايات المتحدة مع أنه كان حليفاً مخلصاً لها، ولكن المصالح السياسية هي من تحكم، فمصير خان هو ما ينتظر باقي حلفاء أمريكا من العرب، وخصوصاً بعدما أيقنت بدافعهم الخفي للتوجه نحو الحلف الشرقي بقيادة الصين وروسيا. لذلك يتم الآن العمل على دعم القوى الإسلامية الداخلية لتفعيلها ضد الحكام في الوقت الذي ينقلبون فيه ضد أمريكا. فعلى مدار عشرات السنين قامت بلاد سام بمحاربة المسلمين عن طريق حكامهم، واليوم تستخدم هذا الماضي كآلية محركة للإسلاميين ضد هؤلاء الظلام، وفي كلتا الحالتين هي المستفيد. فعندما يكون الحاكم تحت أمرها سيكون الإسلاميون بين القضبان، وعندما تتفلت الأمور تحرر ورقة الإسلام لإسقاط واستبدال من خانها من الحكام. أي في بسيط الكلام إن كل من الروس والأمريكان يستخدمون ورقة الإسلام لتوجيهها ضد الآخر وحماية أنفسهم من توجيه الطرف الآخر لهذه الورقة ضده. وهذا الأمر كما بينا هو أشبه باستدعاء أجواء الحرب الباردة عندما حشدت الولايات المتحدة المسلمين في وجه السوفيتيين، وحشدت خلفهم باكستان ودول الخليج والآلاف من المتطوعين العرب عندما كانت أمريكا تتنافس مع روسيا نحو قيادة العالم. فالولايات المتحدة اليوم خسرت معركتها التجارية مع العالم العربي والإسلامي لصالح الصين، لذلك تريد من المسلمين أن يكونوا جزءاً من استراتيجية التطويق التي تحضرها لإيقاف روسيا والصين بحرب بالوكالة. وكذلك الروس يريدون من المسلمين أن يخوضوا حروبهم عنهم وفي نفس الوقت أن يكونوا جنباً إلى جنب في صفهم، وذلك عن طريق بروباغاندا نفسية تهدف للتأثير على بسطاء المسلمين ومحو ما فعلته روسيا بهم على مدار مئات السنين. وأما الصين فتهدف إلى وضع كل من الروس والأمريكان بوجه القوة الإسلامية والغربية للتخلص من كافة الأطراف والانفراد بقيادة العالم. تلك هي الحقيقة التي يجب على كل مسلم أن يعلمها وينتبه لها جيداً، لأن الصين وروسيا وأمريكا وأوروبا لم ولن تكون داعما لك مهما كان،
وما تراه اليوم ما هو إلا خدعة من أجل استخدامك واستغلالك لما يخدم مصالحهم. والأمر الغريب والمؤسف أن هناك الكثير من المسلمين يصدقون هذه المسرحية وبكل غباء، فتارة يهتفون للرئيس الأمريكي ويقولون إنه يدافع عن المسلمين، وتارة يمدحون المجرم الروسي بوتين ويظنون أنه محب للمسلمين، بدون أن يدركوا أن كلاهما مع الصين وأوروبا أعداء لهذا الدين. وهنا يسأل الناس بأي جانب نكون؟ نقول لهم إن كان كلا الجانبين من أهل الباطل والعداء فالزم بيتك وقل اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.